السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم الجزء رقم ثلاثة من الفصل الثاني هنتكلم عليه سايزنج أب ذا أتوم يعني إزاي نقدر نتخيل حجم الذرة طب هل ممكن نحن نصور حاجة بالمدى ده بهذا الحجم الصغير جدا طيب تعال نشوف قال لك are able to be subdivided into smaller and smaller particles. Thus are the atoms, and they still have properties of the element. بيقول إن العنصر يمكن أن يقسم إلى أجزاء صغيرة صغيرة جدا تسمى particles أو جسيمات. هذه الجسيمات هي الأتومز. وهذه الجزيئات أو الذرات عفوا على الرغم صغرها. إلى أنها تحوي أو تحمل صفات العنصر الأصلي الخاصة به وعشان ما نتخيل صغر الذرات نبص نلاقي إن إحنا لو جمعنا مثلا خط مكون من حوالي 100 مليون ذرة من النحاس هنبص نلاقي دول يا دوب طولهم يبقى 1 سنتي. If we could line up 100 million of copper atoms in a single file, they would be approximately one centimeter long. شيء ثاني، despite their small size، individed atoms are observable with instruments such as scanning tunneling or electron microscopes. يعني ايه الكلام ده؟ قلنا ان احنا على الرغم من صغر الذرات، والذرات المنفردة، إلا أن أو صغر حجم الذرات بمعنى أصح إلا أنها يمكن أن تلاحظ. إزاي تلاحظ؟ بأجهزة خاصة اسمها سكاننج إلكترون مايكروسكوب. سكاننج إلكترون مايكروسكوب هو عبارة عن جهاز يسمى الماسح الإلكتروني، لأن أنا عندي الميكروسكوبات إما أن تكون ضوئية أو إلكترونية. ضوئية أي تعتمد على ضوء يسقط على سطح المادة المعدنية فيظهر السطح اللي فيها. وده في الغالب بيبقى تكبيره بسيط. لكن لما اكون بستخدم سكان الكترون مايكروسكوب زي ما احنا شايفين في الصوره اللي هو مكون من انبوب طويل جدا. هذا الانبوب مفرغ من الهواء وبه مدفع الإلكترونات يتسبب في انشاء شعاع ضوئي الكتروني يمشي في منتصف الايه هذا الانبوب. وهذا الشعاع الالكتروني الرفيع جدا مختلف الشده حيث انه عندما يسقط على السطح فانه تختلف شدته من مكان الى اخر حسب سطح العينه. ونظرا لهذا الاختلاف فانه يظهر التضاريس المختلفه او التوبوغرافيا او المنظر المختلف لسطح الماده. هذا السطح بدوره يتحول عن طريق اجهزه فيظهر على الشاشه في صوره ثلاثيه الابعاد. هذه الصوره الثلاثيه الابعاد يمكن اننا عن طريق كاميرات متصله بالجهاز ممكن اننا اطبعها او اصورها على فيلم فوتوغرافي ومن ثم يمكن ان اطبعها على ورق فيما بعد. وهذه الاجهزه ايضا مزوده بجهاز يسمى الادكس حيث انها يمكن ان يحلل في مكان معين انا احدده ايه الفيزس الموجود والنسب الموجوده بيه.